السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكنة اللي هتشوفوها دي دلوقتي حرفيا كسرت كل التوقعات. المكنة دي يعني اللي دي هنا ونشرح على دي. المكنة دي أولا يعني مكنة تشتغل لايت جيجن وتشتغل في نفس الوقت كاستنج، وممكن نحط عليها يعني المكنة دي 2 في 1، ممكن نشتغل بيها بريد وممكن نشتغل بيها مونو، وممكن نشتغل بيها 2 مونو، وممكن نشتغل بيها 2 بريد. يعني مثال بسيط، انا عايز اشتغل لايت جيجن فاحط عليها مثلا بريد، خليني مثلا حطيت مقاس 25 او مقاس 22 على حلة. ممكن الحلة التانية اخلي البريد اقل، ممكن احط 20 للكاستنج او اكتر زي ما انا عايز. فالتماسك مكنة 2 في 1، مكنة حرفيا حرفيا يعني ملهاش مثيل، يعني فيها كل حاجة، غير ان هي ما فيهاش زرار راجع، يعني مكنة جيجن حرفيا. يعني هي كمكنة واقتصادية، يعني انت بتشتري مكنة 2 في 1. تخيل ان انت بتاخد مكنة زي دي كده اكنك اشتريت مكانتين. يبقى انا بدل ما احط فلوسي في مكانتين، او مثلا محتاج مكنة للكاستنج ومكنة لللايت جيجن، لا انا باخد مكنة واحدة احط عليها معين خيط. عايز اشتغل كاستنج هشتغل كاستنج، عايز اشتغل لايت جيجن هشتغل لايت جيجن، تمام. فانا باخد مكنة ممتازة حرفيا، يعني 2 في 1، الميكس دراج بتاعها ممتاز جدا، مكنة قوية اثبتت وجودها، انا جربتها واشتغلت بيها، اللهم صل على النبي عليها، روعة. يعني مكنة طبعا المكنة دي بقالي مثلا حوالي سنة تقريبا بجربها عشان اطلع اعمل الفيديو ده. انا جربتها سنة، جربتها في شغل لايت جيجن وشغل كاستنج، لا حرفيا مكنة ممتازة 2 في 1 فعلا. المكنة دي نزلت مصر غلطة، يعني المكنة دي ما شاء الله يعني نزلت مصر غلطة. نفتح مع بعض الحلة كده. بالنسبة عشان برضو ممكن حد ما يكونش فاهم، نحاس من جوه ترس العمود نحاس، ممكن حد ما يكونش فاهم يعني ايه مثلا اشتغل بمكنة فيها حلتين، المكنة من الاتجاهين زي بعض. انا عايز اشتغل بخيط خفيف، بقلب بس الحلة كده، المكنة الحلة بتشتغل اتجاهين. انا مجرد لو انا حاطط خيط هنا بريد وهنا مونو، انا بغير، بخلي اللي انا هشتغل بيه هو اللي فوق. حاطط مثلا تحت بريد، بروح رافع الحلة كده قلبها الناحية التانية. دي قصة المكنة، عشان في ناس ممكن تفكر مثلا ان الحلتين بياخدوا نوع خيط واحد، لا دي مكنة 2 في 1، تاخد نوعين خيط سواء مونو او بريد. قلت اطلع اعمل لها فيديو معاكم كده بسيط. المكنة موجودة بفضل الله كمية، أي حد عايز منها حاجة يتواصل معايا، القاضي لإدارة الصيد، رقم التليفون 04-65-3050، العنوان أكتوبر الحي 12 خلف مول شبانة في مجمع الزهور، مجمع الزهور اللي خلف مول شبانة أو في ظهر بنزين التوتال اللي في ال 12. تحت أمركم في أي شيء. السلام عليكم.